ليلى مرزوق نائبة رئيس مكتب طلبة الصيدلة بالدار البيضاء. اليوم كيف ما كتشوفوا كاين حشد هائل من طلبة الصيدلة وطب الأسنان وطب العام من جميع جهات المغرب. حنا اليوم في مسيرة وطنية أمام وزارة الصحة متجهة إلى البرلمان باش نعبروا على الرفض ديالنا القاطع للقرارات اللي صرحت بهم وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة على رأسها يعني قضية الخصاصة. فنحن رافضين إدماج ديال طلبة الكلية الخاصة في الامتحانات ديالنا الداخلية والإقامة نظرا للهوة الشاسعة ما بين ظروف التكوين. طلبة الطب المغرب خارجين في مسيرة وطنية انطلقة من وزارة الصحة تجاه قبة البرلمان في إطار واحد المعركة نضالية دا أكثر من أزيد من شهر ونصف في دفاع عن واحد من المطالب التي ترأسه رفض القاطع للاجتياز طلبة الكلية الخاصة لمباراة الداخلية بمستشفيات العمومية، إعادة تطبيق القوانين المنظمة السنة السابعة، رفع الضبابية عن سكة للدراسات الطبية وإشراك التنسيقية الوطنية فيه، وأخيرا تسريع بوتيرة فتح مستشفيين جامعيين من كليتي طنجة وأكادير. أنه التلميذ المغربي الطالب المغربي في الكلية العمومية يتحكم عليه بواحد الميزة، وبما أنه كاين واحد الظروف والشروط ديال التكوين وديال التصحيح وديال التنقيط اللي مختلفة عن الكلية الخاصة، فإن طلبة الكلية العمومية كلهم غادي يحصلوا على نقطة أو ميزة مقبول. وهذا الشيء علاش حنايا اليوم واقفين ولاد الشعب وكندافعوا على ولاد الشعب، على ولد الشعب اللي كيقرا مزيان وغادي يحصل على نقطة متفوقة في البكالوريا وغادي يبغي يولج كلية من الكلية الطب أو الصيدلة وطب الأسنان، لأن نحن في خضم اندثار الكلية العمومية وفتح الباب أمام الكلية الخاصة. الكلية الخاصة اللي غادي يولي الأب ذو الدخل البسيط يخلص على ولده 13 مليون في العام باش يولي طبيب ولا صيدلي ولا طبيب الأسنان. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.